بتقول لك اخص ايش عيب اي بي خد يا حجة يا حجة عيب عليك والله. بتقول لي ايش يصورون؟ لا للأسف مفيش هدايا. كفاية انا الهدية والله. يا اهلا وسهلا. انا نبيل محافظة في مصر. لو نطقنا حروفها حرف حرف هتكون ألف من الأيام. هتكون إيه؟ ألف من الأيام. ألف من الأيام؟ تاني السؤال معلش. محافظة في مصر لو نطقنا حروفها حرف حرف هتكون ألف من الأيام. هتكون كلمة ألف من الأيام؟ هتكون ألف هتكون ألفاً من الأيام. هتكون كلمة ألفاً من فصلنا الحروف عن بعضها هتبقى ألف يوم. لو بعدنا الحروف عن بعض هتكون كلمات ثلاث كلمات ألف من الأيام. هتكون ألف من الأيام يعني مش عارفة أبسطها لك إزاي. ما هتكون لي ثلاث. إيه المحافظة اللي ممكن نفصل حروفها وتبقى ألف من الأيام؟ تبقى ألف من الأيام. جنوب سيناء مثلا، شمال سيناء، مطروح، الفيوم. الفيوم ألف يوم. ألف يوم. ألف يوم. مش ألف يبقى مش ألف من الأيام بقى. ألف يوم. تمام. شكرا حضرتك. ماشي أنا سلام.